الواقع قاعد بيجي نايمان زين وصاد وعالم بده يفتح مكتب يا سيدي. المكاتب السياحية أقل مما كانت في 2019. أقل يا رجل 800 مكتب يا زلمة. يا رجل احنا مصرفنا 5 مليون احنا 5 مليون وصرفهم على ال 5 مليون بتطلع مكاتب وكتب مكاتب سياحية صارت بالخضرة مكوس وخيار وبندورة. شفتها على الموقع ولا ما شفتها؟ وين أنتم كمجلس إدارة؟ وين أنتم؟ تحكون تشرحوا قدامكم على المكاتب السياحية أسوأ إدارة وصلت لتاريخ جمعية وكلاء السياحة والسفر مجلس المعين فيها. شكرا يا عبد الحاج تحكي كلمة يا جماعة وسهلا بالله. يا اخوان احنا طلبنا من وزارة السياحة وديوان التشريع انه اللي بده يعمل مكتب جديد اقله يدفع 5000 دينار. شكرا للراصد الإخباري. بخصوص اتفاقية الأردن مع منظمة التجارة الدولية مجحفة كثير بحق المواطنين الأردنيين بسبب انه المندوب الأردني راح وقع بدون ما يأخذ بعين الاعتبار انه في معاملة بالمثل بخصوص فتح المكاتب والاستثمار في المكاتب السياحية في الأردن. فمثلا الأجنبي حاليا حسب توقيعنا على اتفاقية منظمة التجارة الدولية يستطيع أي أجنبي أن يأتي إلى الأردن ويفتح مكتب سياحة برأس مال 5000 دينار. علما إذا رحنا إحنا كمواطنين أردنيين للدول الثانية بطلبوا منا مثلا جمهورية مصر العربية مليون دولار ككفالة، الدول الثانية بتطلب نص مليون. ليش عندنا بس محدودة ب5000 حسب النظام اللي موجود للمكاتب؟ فهذا فيه إجحاف. فهنا يجب على وزارة الصناعة والتجارة ومعالي الوزير أن يعدل هاي الاتفاقية لحط بند معاملة بالمثل. ليش في حاليا اللي عنده مكتب 20-30 سنة القيمة التجارية 100,000 200,000 دينار بقانون منظمة التجارة الدولية لما يجي الأجنبي تصبح 5000؟ فكل القوانين اللي سارية حاليا يجب أن تعدل للحفاظ على حقوق المستثمر الأردني خصوصا في قطاع السياحة. ونطلب حاليا من الهيئة الإدارية التي ستنتخب اليوم أن تقوم بمراجعة وزارة الصناعة والتجارة مع وزارة السياحة ويعملوا تكثيف جهود لتعديل البند ليصبح معاملة بالمثل. ومن هنا منحافظ على حقوق كل مستثمر أردني في قطاع السياحة والسفر. سالم سليم عودة، عندي مكتب التاج الذهبي للسياحة، إلي 27 سنة بشتغل بقطاع السياحة الوافدة في الأردن، وبطبيعة الحال عندي تذاكر وسياحة صادرة. يعني أنا بتأمل من المجلس القادم اللي هو دم جديد حيطلع في جمعيتنا، بتأمل منهم أنه يدرسوا القوانين الجيدة، لأنه إحنا بالجمعية عندنا قوانين صارمة. إعادة الجمعية لوضعها الطبيعي التشاركية مع وزارة السياحة ومع القطاع الحكومي، لازم يكون في تشاركية وفي إنصاف من الحكومة أو من وزارة السياحة لجمعيتنا، لأنه إحنا منطبق القانون وإحنا تحت رعاية وزارة السياحة، لكن بالآونة الأخيرة
صار في تغيير في النظام وأخذوا سلبي، أخذوا منا يعني كتير امتيازات للجمعية. ما نتأمل من المجلس الجديد ومن معالي وزير السياحة إعادة الجمعية على الخط المستقيم اللي كانت ماشية عليه، وإحنا شركة مع وزارة السياحة ومع هيئة تنشيط السياحة شركة إنه يعني يأخذونا بعين الاعتبار، لأنه إحنا وكلاء السياحة هي القطاع الرئيسي للحركة السياحية في البلد. طبعا أنا اسمي ياسر عبدو، صاحب مكتب هوليدي للسياحة، عندي جميع الفئات، أشتغل بكل القطاعات السياحية، وكنت عضو سابق في الهيئة في الجمعيات، 30 سنة خبرة سياحة، 30 سنة خبرة سياحة. الله يسعد مساكو، أنا سهيل هلسة، عضو معين في اللجنة السابقة لجمعية وكلاء السياحة والسفر، والآن أنا عضو. نجحنا بالتزكية، كنا 4 أشخاص، انسحبوا إخوان 2 من السباق الانتخابي، وبقينا 2 أنا والأخ خالد الحجاوي. أتمنى في المجلس القادم أن نكون على قد الثقة اللي أعطونا إياها زملائنا، ونقدر نحافظ على الحقوق مكاتب السياحة وبالأخص لجنة التذاكر بدعم الهيئة العامة، وإن شاء الله بعد ما تنتهي الانتخابات نشوف من الفئات الأخرى مين الإخوان اللي بدهم يطلعوا، نكون على قد المسؤولية اللي حملوها في أعناقنا إخواننا الكرام، نقدر نمشي في المسيرة اللي احنا ماشيين فيها من الأول، ونكمل مواصلتنا في العمل للضمان الاجتماعي وزارة السياحة مع الجهات الحكومية، حتى نقدر إنه نستمر في ظل الجائحة اللئيمة اللي أودت في شغلنا إلى الصفر. أتمنى من الله التوفيق للجميع، وإن شاء الله منكون على قد المسؤولية، وشكرا للجميع.